فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أولا بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فارض لونها تسر الناظرين.